السلام عليكم. مواصفات جالاكسي اس 24 اف اي واهم المميزات تظهر في احدث الصور المسربة. كل هذا واكثر سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو حصريا على قناتكم كانتي سات. تابعوا الفيديو حتى النهاية واشتركوا، ولا تنسوا ايضا مشاركة الفيديو مع اصدقائكم حتى تعم الفائدة، وتابعوا الفيديو حتى النهاية. تعود سامسونج لتتصدر العناوين مرة اخرى، وهذه المرة مع سامسونج جالاكسي اس 24 اف اي نسخة المعجبين او الفان اديشن. تعمل الشركة الكورية العملاقة على هاتفها الرائد الاقتصادي القادم، ولدينا الان نظرة اولى على جهاز بفضل المسرب اونليكس عبر جيز نيكست. مواصفات الجالاكسي اس 24 اف اي واهم مميزات الهاتف تظهر في تسريبات الان. من خلال الصور المسربة يبدو ان الجهاز يشبه بشكل كبير الاس 24 والاس 24 بلس. تكشف الصور عن الهاتف باللونين الاسود والاخضر مع تصميم مسطح وثلاث حلقات للكاميرا في الخلف. من المحتمل ان تكون الاطارات مصنوعة من الالومنيوم نظرا لوجود خطوط الهواء عليها. يحتوي الجانب الأيمن من الإطار الأوسط على أزرار التحكم في الصوت وزر الطاقة، بينما يحتوي الجزء السفلي على ضر شريحة سيم ومنفذ USB Type-C وشبكة السماعة الرئيسية والمايكروفون. تبدو الحواف الأمامية للشاشة رفيعة لكنها غير متساوية مع ضغن أكثر سمكا قليلا. من المتوقع أن تكون الشاشة بحجم 6-6 إنش ومن نوع أموليد. من ناحية أخرى، من المرجح أن يستخدم الجهاز شريحة الإكسينوس 2400 والتي حققت 2047 نقطة في اختبار النواة الواحدة و6289 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة على منصة اختبار الأداء جيك بنش. ومع ذلك كشف اختبار الأداء أن الشريحة تحتوي على سرعة ساعة أقل قليلا لنواة الكورتكس إكس 4 الأساسية عند 3.11 جيجاهرتز مقارنة بالإصدار القياسي الذي يأتي بسرعة 3.21 جيجاهرتز. وهذا يشير إلى أن سامسونج قد تستخدم نسخة معدلة من شريحة الإكسينوس 2400 للجالاكسي إس 24 إف إي. سيتم تشغيل الجهاز بواجهة الوان يو آي 6.1 المستندة إلى الأندرويد 14 والتي ستتضمن ميزات ذكاء اصطناعي مدمجة أيضا. ومن المتوقع أن يحتفظ الجالاكسي إس 24 إف إي بتكوين الكاميرا الموجود في الجالاكسي إس 24 وإس 23 إف إي مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجا بيكسل وعدسة فائقة العرض بدقة 12 ميجا بيكسل. ستدعم كل من العدسات الرئيسية والتليفوتوغرافي التثبيت البصري للصور OIS. من المتوقع أن تظل مواصفات البطارية والشحن كما هي، مع بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير وشحن سريع بقوة 25 واط وشحن لاسلكي بقوة 15 واط. ما رأيكم أعزائي الكرام في هذه المواصفات؟ شاركنا رأيك بالتعليقات حول أهم ميزة يجب أن يأتي بها هذا الهاتف، هاتف جالاكسي اس 24 اف اي نسخة المعجبين. شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.